نحن اليوم في اختتام الدورة الثانية التكوينية، الدورة التكوينية الثانية التي تندرج في البرنامج التكويني التي يقام طيلة 3 سنوات، والذي يشمل تكوين 600 سائق في مجموعة من المجالات في السلامة الطرقية والميكانيك والمعاملة مع الزبون. حقيقة هذه الدورة الثانية التي شملت 165 التي استفاد منها 160 سائق، تركت صدى طيبا لدى السائقين، والتي يتوخى منها الرفع من المهنية العالية للمهنيين، وكذلك توفير أحسن خدمة للمواطنين. المبادرة اللي درتنا التكريم هذا، وتنطلبوا الله يجزيها بخير، وهذه مبادرة زينة، وتنطلب الله يكون هالشي دائما، كل عام يكون هالشي. كنحضروا لهذا الحفل التكريم الذي أشكر جمعية المبادرة المهنية سائقي سيارات الأجرة بالصين الثاني اللي كرمتنا في هذا اللقاء التواصلي بيننا وبينهم، وحنا دائما في إنصات إليهم، وهذا اللقاء يعبر عن واحد القرب، قرب تواصلي بين هذه الجمعية، وأشكرهم في هذه اللحظة المباركة السعيدة في شهر رمضان المبارك السعيد. نتمنى على الجميع أن يدخل عليهم بالصحة والعافية ومزيدين من الرقي لتنظيم هذا القطاع حديث سيارات أجرة مدينة الدخلة لتكون في أحسن وجه إن شاء الله، وأشكر الجميع.